هذا المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هو مؤتمر مهم جدا, والحمد لله جلالة الملك كيعطي واحد الاهتمام كبير, والدليل عليه الرعاية السامية لجلالة الملك على هذا المؤتمر والرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأميرة لالة مريم. المغرب هو من أوائل الموقعين على اتفاقية حقوق الطفل من قبل جلالة الملك الحسن الثاني شخصيا في نيويورك, مما يعني هذا الاهتمام الكبير بالاتفاقية. واليوم على مدى 30 سنة من هذه الاتفاقية هناك تقييم قدم تقرير متكامل كيقيم شنو هي الإنجازات ديال المغرب, شنو هي الأمور اللي نجح فيها, وشنو هي الأمور اللي بقات واللي بقى فيها تحديات. Je suis là à féliciter et pour féliciter en effet le gouvernement, le peuple marocain pour le progrès qui a été fait dans la situation des enfants. Et dernièrement, je suis là aussi pour renouveler l'engagement de l'UNICEF à soutenir le gouvernement marocain, le peuple marocain, pour que chaque fille, chaque garçon puisse pleinement bénéficier de tous les droits. ومجلس النواب نعتبره من المؤسسات التشريعية التي منذ البداية ساهمت في جعل تجربة المرصد تحظى بعناية كبيرة, ورئاسة المرصد من طرف الأميرة الجليلة لالة مريم دائما أعطى نفسا وتجديد النفس بالنسبة لهذه المؤسسة التي قامت بأشياء كثيرة. واهتمام جلالة الملك كذلك محمد السادس بالطفولة, لأننا نعتبر جميعا وجلالة الملك كذلك يعتبر أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل, وأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في الاستقرار, وكذلك استثمار في تقوية التماسك الاجتماعي, والطفولة هي كل شيء. Thank you.